شيء عجيب سبحان الله. رب العالمين خلق الدماغ، المشاعر في أول الرأس والمنطق بعدها خلفها. فلما يستوي في الإنسان إنسان خبر، يتلقى خبر مؤسف محزن صادم، تحسين الجسم كله يتخدر. يتخدر ليش؟ صح. لأنه يضرب في العاطفة تصدمك مثل ما توك تفضلت، مو بس في الجسم ترى، حتى في العواطف والمشاعر. فأنت في صدمة، تحسين أنه يستوي عند شخص تبلد من الله. صحيح صحيح. تبرد. هذه رحمة نفس ما ذكرتي دكتورة. صح. هذه رحمة من الله. رحمة من الله. هاي اللي يقولها الله، ما أدري كيف نزل علي الصبر، الله كيف نزل علي السكينة، أنا ما أعرف كيف تلقيت الخبر، أنا ما أعرف. بعد فترة يومين ثلاثة خلص وهل الواقع، هني يبدأ فيه الاكتئاب الحزن، وندخل في مراحل الصدمة اللي هي أولا أشعر بالغضب، بعدها بالظلم، بعدها أتشاور مع نفسي أنا اللي سويت في نفسي شيء ولا أنا اللي أملهم. أيوة. بعدين ندخل في الاكتئاب، وهذا يطول على حسب الناس. بالفعل. وبعدها التقبل. صحيح. وبعدها التسامح. وفي ناس الخمسة مع بعض، يعني يشعر الوقت. بالغضب، يشعر بالاكتئاب، يشعر بالظلم، كله مع بعض. وهذه طبعا على مدى ثقافة الإنسان ووعي الإنسان. فعلا. وإدراكه يقدر يتعامل. نعم. صحيح. دكتورة. نعم. برجع